حياكم الله أصدقائي. اليوم في اختراع جديد راح ينال إعجابكم، هاي الكاميرا الصغيرة اللي بتم وضعها في أي مكان لأنها ما بتاخد حيز، بورتابل بمعنى الكلمة، كاميرا من الطراز الرفيع، كاميرا من الطراز الرفيع. لاحظوا يا جماعة وتحطها تحت الباسكت على صدره على سيارة على عمود على دراجة على راسه على الهلمت بحيث انه ما يفوت اللقطة. الجميل في هاي الكاميرا هو الاستابلتي. لاحظوا حاطها على دراجة فالمفروض في فايبريشن عنيف جدا، انتبه، ولا كأنه حاطها على دراجة. شوفوا يا جماعة حتى حاطها في الباك، في الباك يعني في الخلفية تبعت الدراجة، اروع من هيك ما في، حتى انه الناس ما تضيع اللقطة نهائيا. لاحظ انه الكاميرا كمان من جماليتها انه انت ممكن يكون معك ستيك في ايدك تتحكم فيها، فممكن يعملها تيرن وتلف وتصور الباك سايد. كمان برضو اذا حطيتها على صدرك يعني تنحط في جيبتك بتركض بتثبت، في معها حزام يثبتها. شو ما عملت اي نوع من انواع الحركات لا يمكنها يعني تسقط او انها تعطى الى اخره. لاحظوا الاماكن اللي بتتحط فيها حتى ما يضيعوش اي فقره من الفقرات الناس. اكثر من رائع بصراحه، كاميرا حبيتها وحبيت اشارككم اياها. تحياتي لكم جميعا.